آمنا به. فلما قلنا لهم ذلك قالوا إن الذين دخلوا الإسلام من مصر لم يدخلوه يقينا ولا عقيدة، إنما دخلوه لأنهم كانوا فقراء لا يستطيعون دفع الإثم. قلت سبحان الله سبحان الله، لم يستطيعوا دفع الجزية. أتعلمون ما هي الجزية؟ الجزية عبارة عن ضريبة الدفاع. لما كان جيش الإسلام لا يدخله إلا المسلمون، فإن الإسلام يقدر شيئا من المال يدفعه غير المسلمين من اليهود والنصارى على ان هذا القدر يكون بمثابة ضريبة الدفاع، حيث انهم لا يقاتلون وحيث اننا نقاتل، فنحن ناخذ منهم قدرا من المال لندافع عنه. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذا القدر ليس للدفاع فقط. اذا كان المسلم يدفع زكاة ماذا؟ فإن الدولة الإسلامية العادلة مكلفة برعاية غير المسلمين في ظل عدالة الإسلام. المسلم يدفع الزكاة والنصراني واليهودي يدفع الجزية لننفقها على فقراء اليهود والنصارى. يقولون يا نصارى إننا دخلنا الإسلام لأننا كنا لا نملك هذه الضريبة. نحن نقول لكم إن الضريبة كانت 48 درهم في السنة على الغني النصراني الغني، وعلى متوسط الحال 24 درهما في السنة، وعلى ضعيف الحال 12 درهم في السنة. أتدرون كم كان مقدار الدرهم يومها؟ 25 مليم. خمسة تعريف. ففقير الحال كان يدفع 12 درهم في السنة، 12 في 5 تعريفة، 60 تعريفة، 30 سخ في السنة. هل يوجد واحد في الدنيا لا يملك 30 قرصا يدفعها في السنة؟ ثم اسمعوا يا نصارى، 48 درهم على الغني، 24 على المتوسط، 12 على الاقل منه. اما الفقير فان امير المؤمنين عمر امر بانفاق عليه من مال المسلمين ولم ياخذ منه جزيه. اذا الجزية ليست عقبة في سبيل الاسلام، لان الاسلام اصدر قرار عفو على كل فقير من فقراء اليهود والنصارى، لا يدفع وانما ياخذ. ولذلك لما ارسل امير مصر الى سيدنا عمر وقال له ان المصريين يدخلون في دين الله افواجا، وقد ضعفت ميزانية الدولة لان من اسلم سقطت عنه الجزية، فماذا افعل؟ رد عليه عمر قائلا سكرت امك بئس الرأي ورأيك، دع الناس يدخلون في دين الله افواجا، فان محمدا بعث هادية ولم يبعث جابية. اي جزية؟ الجزية كانت تؤخذ منكم لترد عليكم. ما دخل جيب من جيوب المسلمين ضرفا، بل ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ارتجفت اعصابه وتفككت اوصاله عندما راى رجلا يقف على باب بيت من ابواب المدينة يمد يده للسؤال، ما هذا؟ أسؤال يا عمر على قيد الحياة. تعال يا رجل، من أنت؟ قال أنا يهودي. لماذا تمد يدك؟ قال أشكو السن والجزية والحاجة.
السن كبيرة اشتهر رأسي شيبا وانا ضعيف محتاج. اخذه عمر من يده واكل معه في بيته ثم ذهب به الى وزير الخزانة وقال لوزير الخزانة انظر هذا وضربا يعني وامثاله فتحا لهم في بيت مال المسلمين نصيبا لا خير فينا ان اكلنا شريبتهم وتركناهم شيوخا يتسولون على بيوت المسلمين. هذا عمر، هذا خلق عمر مع يهودي. فلم قال لكم انكم ابناء الغزاة فقولوا نحن اتباع الفاتحين، نحن اتباعهم على دينهم. اذا لو قالوا لكم من انتم قولوا لهم مصريون مسلمون، ليست مصر لشنودة واتباع، انما مصر للمصريين المسلمين يعيش في ظلها المصريون غير المسلمين في ظل عزامة لا اله الا الله.